السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم سارة، ورشة جديدة بإذن الله للمفرش اللي أنا نزلته. أنا كنت عاملاه ذهبي في زيتي، ولقيت ناس كتير بتسأل على ورشته، فربنا كرمني وواحدة طلبت نفس المفرش بس بألوان مختلفة، فقلت أعمله وأصور لكم ورشة بيه. هو أبسط ما تتخيلوا، هنقول الورشة كلها بإذن الله زي ما أنتم متعودين بكل التفاصيل بتاعتها، بكل الأوزان، عشان لو حبيتي تشتغلي حاجة قبل ما تشتغليها لازم تبقي عارفة الخرز اللي عندك هيكفي ولا مش هيكفي. ملحوظة بس بسيطة، أي حاجة احنا بنشتغلها، يعني أنا اشتغلت المفرش ده بخرز 8، ده أنا شغالة بخرز 8 مثلا هقول الوحدة دي هتاخد معايا 70 جرام. لما انت تيجي تشتغليها بخرز 10، ما هو طبيعي يا جماعة خرز 10 هتبقى اتقل، طبيعي هتطلع اكبر وبرضه هتبقى اتقل. معلش انا بس هثبت التليفون. بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعي ان هو الخرز طالما هياخد منك هتكبري في الخرز يبقى طبيعي ان هو هيطلع اتقل، يعني مش تقولي اه انا مصارعة عاملة ديت قالت ديت ايا كان وزنها 70 جرام مثلا، فانا عايزاه بقى عشان عايزة المفرش يطلع اكبر هكبر الخرز، اروح جايبة بقى هعمل الوحدة دي 70 جرام اروح اجيب 70 جرام، لا ما هو طبيعي ان انت كبرتي الخرز الوزن هيزيد والحجم هيزيد، صغرتي الخرز الوزن هيقل والحجم كمان هيقل. طيب انا عامله دلوقتي ده وحدات، انا مش هشبكه بالشكل ده خالص، انا هشبكه بالشكل اللي انا هحط لكم صورته على الفيديو، نفس الشكل هعمله، وبرده في الاخر هحط ممكن الصوره النهائيه، بس انا عشان يعني احتمال اقعد لسه فيه شويه فربنا ييسر حالي. انا نزلته على طول بالشكل دوت وصوره المفرش الثاني بالتشبيك زي ما انت عايزه هتشبكي، يا اما هخليه لغايه ما اخلص وانزل لكم الصوره بتاعته. طيب المفرش ده انا عاملاه وحدات، وحدة انا مش مشبكة اي حاجة، انا حاطة منظر بس كده اهو، دي وحدات، انا محتاجة 10 وحدات من دي واتنين من دي، فهنا دول لسه انا بكمل العشرة، دول كده 9، والعشرة اللي هعملها معاكم دلوقتي باذن الله. اولا في كذا طريقة انا ممكن اشتغل بيها، يعني كل دار ولها مدار زي ما بيقولوا، وكل شيخ وليه طريقة زي ما بيقولوا برضه. هقول لك دلوقتي انا هشتغل، يعني انا بشتغلها اهي، وبعدين بمشي الدور داير ما يدور اللي هو اخر دور، حتى دي هنا لسه ما كملتهاش اهو، انا بديت من هنا والفتله وقفت معايا لسه ما كملتهاش اهي واقفه، دي هنكملها بس مش دلوقتي طبعا، انا هبدا معاكم بس واحده جديده نسمي الله، انا هبدا واحده بنفس ده لان ديت انا ناقصني منها واحده وانا مطلوب مني 2 من دي، خلاص جاهزين. بسم الله الرحمن الرحيم. الخرز ده مقاس 8 والخيط دوت مقاس 35. ام سارة 35 هينفع مع 8؟ اه ينفع بالطريقه اللي انا بشتغل بيها اللي هي بتاعت الفتله الواحده لعمل المجسمات، اه ينفع باذن الله، مش هيقول لا، انا شغاله بيها والشغل بفضل الله مشدود جدا ومفيش اي مشكله. ما عندكيش 35 اشتغلي ب 40، اشتغلي ب 45 مفيش مشكله. انا منزله فيديو اسمه انواع الخرز ومقاساته، كل مقاس خرز لو هتشتغليه مجسم هتاخدي له خيط مقاس كام، لو هتشتغليه مفرش نفس الخرز هتاخدي له خيط مقاس كام. اول حاجه هنسمي الله، هحط 6 2 4 6. بسم الله الرحمن الرحيم، واربط 3 ربطات. بسم الله الهادي، بدايه الوحده السداسيه عادي ما فيهاش اي مشكله. بسم الله، انا اشد اخر واحده دي بس، بحب اشد الخيط ببقي عشان اتاكد انه ايه، بسم الله مشدود كويس. ادي اول حاجة وحدة، ادي 6 خرزات. بسم الله، الله واحد منوش تاني، عدد 3 كده 4. بصوا انا كنت مرتبة ان انا هعملها لكم بطريقة تانية خالص ومجهزها قبل الفيديو، ولكن قدر ربنا جت معايا بالطريقة اللي انا اشتغلت بيها. الفتلة دي انا مش بقصها، ممكن تلفي بالابرة في الخيط قبل ما تحطي التانيين الخمسة التانيين دول، تلفي كده وتداري الفتلة دي او اعديها اللي انا لسه حطاهم دول دلوقتي اهي، مع انك حتى لو قصتيها يعني المفروض ان شاء الله الشغل ما يفكش، بس الامن خليها هنا كده احسن. حطيت 5، هتعملي مفروض ان احنا بنشتغل الوحدة السداسية عادي خالص، اللي لسه بتشوفني لاول مرة ومش عارفة الطريقة اللي انا بشتغل بيها دي اسمها طريقة الفتلة الواحدة لعمل المجسمات. انا حطيت الاول 6 وبعدين 5 وقفلت على واحدة وبعدين ادي 4، نزق ده كده شوية عشان تشوفوا. بسم الله الهادي،
كده دي تاني واحدة بقفل عليها. الوحدة السداسية ما فيهاش كلام. بسم الله هنا هادي. ودي كمان أربعة. دي تالت واحدة في الوحدة السداسية بقفل عليها. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ يعني دي اتنين في النص وواحدة فوق من هنا وواحدة فوق من هنا. طيب بعد كده هحط خمسة. صوصو شغاي مروحة يا حبيبتي. بسم الله بسم الله. اتنين تلاتة أربعة خمسة. شوفي بقى هنا هعمل ايه؟ أنا حطيت خمسة مش أربعة. ليه؟ شايفين أنا فتلتي فين؟ شايفين الواحدة اللي فوق دي؟ الخرزة دي جنب اللي أنا طالعة منها بالظبط، الطريقة اللي أنا بشتغل بيها. الخرزة دي حاجة فتلتي أهي طالعة من الخرزة دي. أنا هاجي حطيت خمسة أوريكم. معلش أنا يا جماعة ببين الشغل كده لأن في أجانب بيتفرجوا عليا وعايزيني أتكلم إنجليزي وأنا طبعا مش بعرف، فأنا بوريهم بعمل إيه. وفي واحدة أجنبية ما شاء الله عليها أغلب ورشي بتنزلها بتطبقها، أنا فرحانة بيها قوي والله، وبتبعت لي شكر كمان. بس في الورش لما بنزلها، أما بتنزل حاجتها بتروح بعتلي شكر عليها. شايفين أنا عملت إيه؟ أهو المكان اللي أنا واقفة منه، جيت من هنا عديت كده طلعت على المكان اللي انا واقفه فيه، قفلت على واحده من الاثنين اللي فوق دول اهو. الدايره اللي فوق دي فيها اثنين فوق اهو، جيت حطيت خمسه وعديت كده. تمام. هطلع بقى في الواحده دي اللي هي اول واحده انا حطيتها. بسم الله. شيل دول عشان الخيط بتاعها بيشبك مع الخيط اللي معايا. شايفين الشكل؟ في كذا طريقة. ممكن واحدة تيجي تقولي طب ما هو في الطريقة اللي كان ممكن تعملي كذا او تعملي كذا. والله يا جماعة في كذا طريقة، وانا هخلص الوحدة وهشرح لكم عليها نفسها كذا طريقة. حطيت تلاتة اهي عشان ما انتهوش تاني، عشان ما انتهوش من بعض. ادي الشكل اللي كنا واقفين عليه. زي ما انا واقفة هنا حطيت خمسة وعديت كده ورحت معدية في اول واحدة هنا من عند الفتلة بتاعتي اهي، قفلت دي كده. وبعدين حطيت تلاتة هقفلهم على الاتنين دول، هتبقى برضو غرزة سداسية اهي. بسم الله. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ اهي تاني معايا اتنين هشتغل عليهم، يبقى هحط اربعة. بسم الله. اربعة هم على الاتنين اللي هي دي ودي، هقفل عليهم. شايفين المرة دي هحط تلاتة، واحد اتنين دي مسدودة تلاتة اهم معايا هنا تلاتة، واحد اتنين تلاتة هقفل هنا. شايفين بقت عاملة ازاي؟ يبقى لازم اللي هنا يبقى هنا. انا واقفة على الاتنين دول هديهم اربعة تلاتة اربعة اهم. اهي خلاص البني بالنسبة لي خلص، مش عايزة هبدل اللون بقى، هاخد الذهبي. بسم الله الهادي. هكرر نفس اللي عملتها المرة اللي فاتت. انا واقفة عند واحدة هشتغل على واحدة هحط خمسة اهم خمسة. ادي الشكل اهو. شايفين الاتنين اللي فوق دول؟ انا واقفة جنب واحدة منهم هنا، هاجي من النص هنا وعدي كده. بسم الله. وشد اتقفلت اهي مقفولة اهي. هعدي بقى في اول واحدة اللي هي دي الذهبي، دي اول واحدة انا حطيتها هعدي فيها وشد خلاص. بعد كده انا حطيت خمسة هنا معايا واحد اتنين واللي انا لسه معدية فيها يعني تلاتة، يبقى انا عايزة تلاتة لان الغرزة سداسية. بسم الله. ادي تلاتة هم وهعدي هنا اهو. هكرر تاني على الاتنين دول ومعايا دي يعني تلاتة، يبقى انا عايزة تلاتة. ما بكون واقفة على اتنين معايا عامل مشترك يبقى بحط تلاتة. تلاتة هم. معلش الترابيزة بعافية شوية بتتحرك.
مكسوره اهو. نعم حلو. تليفون؟ لا. الدور على ايه دلوقتي؟ على الواحده اللي في النص دي، معايا الواحده دي ومعايا الواحده دي، يبقى اتنين، يبقى انا عايزه اربعه. بسم الله. اتنين تلاته اربعه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هقفلها هنا، بعدي من قلب الدايره وبرجع في اول واحده تاني. اتقفلت اهي خلاص. الاتنين دول هحط لهم اتنين، هحط لهم تلاته قصدي، لان معايا الاتنين ومعايا عامل مشترك اهم تلاته. واقفل. يا رب جعلها ورشه سهله عليكم يا رب باذن الله، ويجعل لكم فيها باب رزق. اللهم امين. ادي تلاته اهم، لان واقفه على ايه؟ واقفه على اتنين ومعايا واحده، يبقى ناقصني تلاته اهو. جينا هنا لبدايه الاول دايره اللي فيها شغل. هنا بقى في ايه اللي عملناه هنا لازم نعمله هنا. احنا هنا عملنا ايه؟ بصوا، قلنا الاتنين اللي فوق دول قفلت على واحده منهم، لازم تكون سته، ولسه حاجه كمل هنا. طيب انا دلوقتي انا واقفه على الواحده دي، معايا، استنى اشوف التليفون كده، تمام، انا واقفه على الواحده دي، معايا الواحده دي ومعايا واحده اللي هي عامل مشترك، يبقى انا هنا هحط اربعه. واحد اتنين تلاته اربعه اهم. هاجي من قلب الدايره اعدي واجي على اول واحده انا شغلاها، انا حطاها. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ دي بقت زي دي بالظبط. طب خلصت؟ لا لسه، زي ما قفلت على الواحده دي لسه الواحده دي كمان هقفل عليها. واحد اتنين تلاته برضو اربعه اهم. بس شوفي بقى انا هنا هعمل ايه. انت فكرتي ان انا هعمل كده، انت بتحسبي انا هعمل كده، لا، انا زي ما هي اهي الاربعه اللي انا حطاهم اهو، هعمل ايه؟ هعدي من الخرزه دي اللي المفروض ان انا بقفل عليها، وهاخد كمان دي وهاخد دي. تلاته، واحد اتنين تلاته، وعدي كده. شايفين شكلها؟ وشايفين انا واقفه فين؟ انا واقفه عند اتنين، يبقى ناقصني اربعه اهم. الاربعه، بسم الله الهادي. اتنين تلاتة اربعة هم. بصي تاني هعمل ايه؟ هتتقفل هنا. طيب ما انا لو عديت وطلعت هنا هبقى فوق، لا انا عايز اجي هنا. هتعملي ايه؟ سمي الله كده ووحدي الله، قولي لا اله الا الله. الاربعة هم انا عايز اقفلهم على الاتنين دول، يبقى هعدي هفوت دي وهفوت دي وهدخل في الاتنين دول. هعدي في واحد اتنين، معلش انا نظري بعافيه شويتين. شايفين انا عديت فين؟ في دي ودي، وشد هتشد الكل اهي. شايفين جت ازاي؟ يلا نكمل بقى. خلاص انا شايفه ان انا اوقف الفيديو شويه هنا، انا مش محتاجه هنا اكمل. بسم الله الهادي، هحاول اعملها كده بسرعه. نفس اللي عملناه الناحيه الثانيه، اللي هو الاتنين هديهم ثلاثه، والاتنين دي برضو هديها ثلاثه. بسم الله بسم الله. قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، فسهل لنا كل امر عسير بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين. الواحده هتاخد اربعه، الواحده دي واحده هتاخد اربعه. معلش التليفون بيلف مني، عصايه التليفون مكسوره، ان شاء الله باذن الله بجيب واحده. بسم الله، اهي الواحده خدت اربعه، نفس اللي عملناه الناحيه الثانيه، انا بكرره تاني بس مش اكتر. بسم الله الهادي، ادي ثلاثة. يا جماعه انا زي ما قلت لكم انا بعمل مجموعه ورش بفضل الله، يعني بحاول ابسط لكم حاجات، وعندي خرز جايبه خرز كتير مقاس ستة، فاختاروا الحاجات اللي انتوا عايزينها. لو مفرش عاجبكم ولا حاجه باذن الله هنعمله مع بعض. ادي واحد اتنين تلاتة، يبقى ناقصني تلاتة. واحد اتنين تلاتة اهم، وعدي من قلب الدايرة. طيب كده ناقص حاجة واحدة بس خلاص، اللي هي دي، الاتنين اللي هنا زي دي بالظبط، زي دي لازم اكررها هنا. هحط اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة، وهشتغل هنا عادي، مش هلف زي ما لفيت المرة اللي فاتت. انا لفيت العكس عشان كنت بكمل سطر. انا اهو
ادي الوحده اهي متاح قدامك، يا اما تخليها زي ما انت عايزه كده، عايزه تكبريها كبري. نفس اللي عملناه هنا، نفس اللي اشتغلناه هنكرره تاني، نفس اللي اشتغلته، نفس الطريقه اللي اشتغلت بيها هنا اللي هو هنا في تكه كده هنعملها، هتكرريه تاني، هتخليها زي دي اهي كده. ده دور كمان زياده، مفيش داعي، انا شايفه ان مفيش داعي ان انا اكرر الدور خلاص. هتكرريه كمان واحده ذهبي، وهتكرريه كمان واحده بني. ترتيب الالوان براحتك، عايزه واحده بس ذهبي وواحده بني، اللي يعجبك على حسب حجم المفرش اللي انت عايزاه هتشتغلي. طيب انا كده ناقصني ايه؟ انا وريتك اهو الوحده كده، الوحده خلاص سهله بالنسبه لك. اللي انا هشتغل على الاثنين، على الاثنين، على الاثنين، على الاثنين، على واحده وهكذا. وهنا هتكرري نفس اللي انا عملته اللي هو، انا شايفه ان مفيش داعي اني اعيده تاني. بصوا انا جايبه الخرز دوت من عند البكري، بصوا طلعت منه كميه هالك مش قادره اقول لكم قد ايه. الخرز ده من عند البكري مستورد درجه اولى، والله درجه اولى اهو البكري، اهو درجه اولى البكري اهو، ده بقى من عند البكري برضو. بصوا اهو كريستال 8 البكري. بصوا انا اول مره بصراحه، حرام يعني، انا اول مره اجيب خرز من عنده يبقى بالشكل ده. انا طلعت منه كميه هالك بايظ بايظ خالص، مفتوحه وفيها شوائب وفي زيادات، اول مره بصراحه اجيبه كده. البني برضو نفس الكلام، في زيادات ما بتتشالش، يعني انا ساعات بيصادفني حاجه كده بنشيل الزياده دي، بتجرح ما ينفعش اشتغل بيها خالص. هو بصراحه المصري انا شايفه انه خلاص يعني تحدى المستورد ده. يبقى خلاص انا هنا نفس اللي انا عملته هكرره تاني. طيب هنقول حاجه، في ناس بتحب ان احنا نشتغل خطوه خطوه، اللي خلاص فهمت وقفي الفيديو على كده واشتغلي وتعالي معانا في اخر التشبيك. اللي ما وصلت لهاش الفكره تكمل معانا. بصوا اهو دي نص خرزه، اهو نص خرزه برضو بايظه. اما تيجي بقى تجيبي خرز، انا مثلا قلت لك دي بتعمل مثلا المفرش ده هياخد مثلا نص كيلو، لازم تجيبي بالزياده على اساس اللي بايظ دوت لازم كله هيترمى، وكل دوت واقف عليا انا بخساره. ادي اربعه، ادي خمسه، خمسه اهم شايفين اهو. هنا بقى ممكن اعمل كده اهو، قفلت عليها خلاص واحده. طب التانية هتاخد كام؟ هتاخد اربعه، تلاتة، اربعة هم. هقفلها ازاي؟ ما انا ممكن اجي كده، لكن لما بتيجي هتلفي ممكن تتلخبطي في دي، فانا هريح دماغي واخلص منها اول باول اهو. هعدي عشان اطلع فوق كده، انا قفلتها واحط الاتنين بتوعي، الاربعة قصدي لاني واقفة على اتنين، ادي كده اربعة، وهفوت الاتنين اللي هشتغل عليهم واجي اعدي في الاتنين اللي بعديهم. هتقولي لي ايه ده الشغل هيبقى عايم؟ اه الشغل عايم خالص، بس اللي بعد كده هتشده اهي، اللي بعديها اللي هي التلاتة دي هتشد الشغل. طيب انا كده شرحتها كمان مرة اهو، انا شايفة ان انا اوقف على كده او من غير ما اوقف الفيديو، انا هخليه كله حتة واحدة بس يا رب يحمل، هحاول اوقف عشان يحمل وهصور تاني اهو. انا عملت الفيديو لقيته بقى 18 دقيقة، فربنا يستر والتليفون يقبل يشغله. اه انا قلت اساسا هوقف خلاص. طب خلاص انا كده كده هشيل دي اصلا، هشيل الابره منها، هتكملي داير ما يدور بنفس الطريقه، وتكملي الدور البني كمان اللي هو داير ما يدور بنفس الطريقه اللي هو ده الدور اللي وصلت له بكمله، وبعديه البني اهو بنفس الطريقه، بنفس الطريقه اللي قلت لك عليها بس هتغيري الوان. طيب تعالي بقى نسمي الله كده ونشبك مع بعض، مش نشبك نتعارك، لا نشبك المفرش يعني. يلا بينا، بسم الله. انا هشيل البني على جنب لاني هشبك دلوقتي بذهبي. بسم الله، انا حاطه طرحتي والبتاع انا تشهالي. يلا بقى الله يسامحني عشان حطيت الطرحه. انا شايفه ان التشبيك ما فيهوش اي مشكله، رصه المفرش زي ما انت عايزه ترصيه هترصيه باي شكل انت عايزاه، حطي الوحدات باي شكل انت عايزاه على حسب ترابيزتك ايه، دي براحتك خالص، دي وحدات وانت اللي هتشكليها اهو. ممكن تعملي كده اهو، ما هو كده مفرش اهو، مفرش ده ولا مش مفرش؟ مفرش، على حسب انت عايزه ايه هتشبكي.
براحتك خالص اهو، تحطش كده تحطش كده، التشبيك ده براحتك خالص. طيب هنشبك، هاخد اي اتنين مع بعض. بسم الله الهادي. التشبيك ده احنا منزلاه في الوحده السداسيه اساسا، يعني مش مستاهل، ولكن بنعمله للي بيشوف لاول مره. هلضم اول اي فتله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفلاش بتاع التليفون ده نعمه من ربنا. طيب هنا لازم كل ضلع يساوي اخوه، يعني انت لما تيجي تحطيهم قصاد بعض كده، لو لقيتي واحد اكبر من واحد يبقى فيه غلطه. لازم كل ضلع طالما هم قد بعض لازم كل ضلع يساوي اخوه. لكن لو ديت انا لسه اهو انا اشتغلت الذهبي ما اشتغلتش البني، لما تيجي تحطيهم قصاد بعض اهو طبيعي ان هم هيطلعوا مش قد بعض، يبقى انا بشبك كل ضلع قصاد اخوه. هجيبها كده عشان ابعد الخيط بس. بسم الله الهادي. يبقى كل دايرة اطلع منها ادخل لاختها، كل دايرة اطلع منها لازم ادخل عند اختها. بمعنى ان انا هنا هشبك، يا اما تشبكي بخرزة واحدة بس، لو عايزة مساحة اكبر اشبكي بخرزتين هيديكي مساحة اكبر. ما انا طبيعي كده كده اما احط خرزة كمان، بصوا المساحة، لازم ابعدهم عن بعض اكتر هيديكي مساحة اكبر. ممكن تشبكي بتلاتة بس شكله هيبوخ، بس براحتك. ممكن ما انت ممكن تحطي خرزه، انا في اللون البني الحرف بني يبقى لازم هشتغل بذهبي، ممكن تحطي واحده ذهبي واحده بني واحده ذهبي، براحتك خالص. طيب معايا طريقتين للتشبيك، انا حطيت العدد بتاعي المطلوب، ممكن اعدي كده في الاثنين دول للي عليها الدور في الشغل على طول، انا بطلع من دايره بوصل لدايره بروح للي بعديها على طول. ممكن اعدي كده، هنعديها لك اهي، ماشي انا عديت اهو، دي دايره وصلتها باختها بالظبط ورحت على اللي بعديها. لازم كل دايره فيها خرزتين انا بطلع من نصهم بالظبط. طيب احط العدد بتاعي وهوريكي طريقه ثانيه في التشبيك، والطريقه الثانيه دي انا شايفه ان هي افضل، لان الاولى دي بتخلي الشغل برده عايم شويه. الطريقه نفس الطريقه اللي بشتغل بيها اهو، انا حطيتهم خلاص، هرفع الشغل كده واعدي من قلب الدايره وارد تاني، ارجع تاني في الخرستين اللي انا حطيتهم. انت جربيها بنفسك، شدي هتلاقي ان دي متماسكه اكتر من دي وبتشد اللي قبلها خالص، وهكذا هتعدي تاني اهو، عديت تاني واحط تاني العدد بتاعي. بسم الله الهادي. انا عايزه اقفلها هنا، يبقى حاجه من قلب الدايره اللي هقفل عندها وارجع تاني في الخرستين اللي انا حطاهم. بسم الله، قولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خلوا دايما الشغل يرفع قدرنا عند ربنا سبحانه وتعالى، خلوا دايما الذكر في لسانكم، خلوا نيتك انك بتعملي حاجه بترفهي بيها عن بيتك، انك يعني مش رفاهيه والله، انا شايفه دلوقتي المعيشه صعبه، اعملي بنيه ان انت بتساعدي زوجك في المصاريف بتاعه البيت، عايزه توسعي اكتر على نفسك، عايزه توسعيها على عيالك، ادخل سرور على قلب مسلم. عددي النوايا، عددي النوايا وهتؤجري عليهم باذن الله كلهم. خلاص كده انا شايفه ان مفيش داعي اني اكمل اكتر من كده. الترتيب زي ما انت عايزه، هاتي يا سوسو الميزان هقول لكم الاوزان بتاعته كلها بالظبط بياخد قد ايه. ادي الوحده اهي كلها مكتمله، هحطها لك على الميزان، عامله 66 67 جرام، الوحده كلها عامله 67 جرام. طيب تعال نشوفها مع بعض كده من غير الدور البني اللي بره، ما انت ممكن عايزه تكتفي بيها كده من غير الدور البني اللي بره، ممكن انت تعمليها كده زي ما انت عايزه. معايا ايه؟ 42 جرام. ادي معاكي دي ومعاكي دي، على حسب ما انت عايزه حجم المفرش هتشتغلي. طيب هقول لك حاجه ثانيه دلوقتي، الوزن اللي احنا طلع علينا ده، الوزن ده اللي هو انا نسيته طبعا 67 جرام، تيجي بقى تحسبي المفرش ازاي؟ ترتبي المفرش على حسب انت عايزه رسمته ايه، ترتبي تشوفي انت عايزه رسمه المفرش ورصيته ازاي. تقولي مثلا انا عايزه 10 من دي مثلا، يعني انا كده كده بشتغل فعلا 10 من دي وبشتغل 2 من الثانيه اللي هي عكسها، بشتغل 2 من دي. نعم يا حبيبتي ركبتك مشدوده، معلش شفاك الله وعافاك. في انا عايزه 2 من دي وعايزه 10 من دي، تروحي ضاربه ال 12 في 67،
هيطلع لك الوزن بالظبط اللي مطلوب لعدد الوحدات بس كده. لا تعملي حساب التشبيك كمان، ما انت لازم فوق الوزن بتاع الوحدات هتشبكي، على حسب هتشبكي بخرزة، على حسب هتشبكي باتنين. طيب هتقولي لي هو اخد منك قد ايه من البني واخد قد ايه من الذهبي، من كل لون اخد قد ايه؟ الاوزان انا كنت كاتباها بالظبط، لان انا اول ما اشتغلت الحته دي وزنت، وبعدين لما زودت وزنت، وبعدين لما حطيت الدور ده وزنت كده. كده انتوا عرفتوا خلاص وزنها كده وعرفتوا وزنها كده. يعني وايمي بقى شوفي انت الخرز دوت، الحبه دول اوزني منهم. يعني شوفي مثلا انت عندك الخرز هتشتغليه بمقاس 10 يبقى اوزني من مقاس 10 على طول، هتشتغليه بمقاس 8 اوزني من مقاس 8 على طول. هتعرفي دولت يعني هياخدوا قد ايه، فهتجيبيه بالتقريب ان شاء الله. بس انت كده عرفتي خلاص كل الاوزان بتاعته وعرفتوا التشبيك. انا هحط لكم صوره المفرش الاساس اللي انا بشتغل زيه على الفيديو، وباذن الله ربنا ييسر لكم الحال ويجعل لكم فيه ابواب رزق، اللهم امين. وما تنسونيش من دعواتكم. ودلوقتي اقول لكم انا مستنيه ان شاء الله طلباتكم في الورش الجديده. ودلوقتي اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.